المحلي المحلي إلى المعارض وأشوف التحف والشغلات اليدوية. فإنه فكرة الزجاج كانت كتير في بالي إني أعملها، وكنت لما أشوف كتير أسألهم من وين المواد اللي خلينا تجيبوها، كيف ترسموا، إيش المواد اللي بتستعملوها، يعني من وين بقدر أحصل عليها. فسؤال مع سؤال مع طموح مع يعني إرادة، فقدرت إني أجيب هذا المواد. طبعاً لفيت على أكثر من مكتبة إني أسألهم إيش المواد المستخدمة، إيش الشغلات اللي بقدر من خلالها إني أصنع الزجاج. جبت أول حاجة مواد يعني كتجربة، مواد قلم لباد، وصرت أجرب عليها. ضبطت الفكرة بمواد مبدئية، إنه ضبطت الفكرة وبلشت أستعملها. عجبت اللي معي، صاحباتي، قرايبي، يعني هدول هم الناس اللي استقطبتهم أول حاجة، أول يعني صاحباتي، قرايبي، معارفي، وعجبتهم الفكرة. فإنه حكيت إنه لا، بدي أطور من الإشي أكتر، بدي أخلي المواد الخام يعني جودتها أعلى. فتقريبا حوشت لإلهم ورحت على مكتبة معينة دلوني عليها، مكتبة دار الأرقام، وجبت من عندها مواد الخام. كيف حولتها لبزنس؟ أول حاجة من خلال القرايب ومعارفة، صرت أشتغل لهم، يطلب مني هدايا، نظام هدايا في مناسبات معينة، وكل ما يطلب مني شغلة يعني أعمل لهم إياها وأعطيهم بمبلغ يعني بسيط. هذه كانت بداية شغلي. تعرفت على ما تمد على سيربرايز كنقطة بيع أساسية لإلي، كنقطة بيع لإلي، لكن إنه ممكن أشتغل أعمال يعني شغل يجيني من برا، توصية، قرايبي، معارف، صحباتي، أو بقى أشتغل بعيداً عن سيربرايز برضو. طب رسالتك لكل موهوب في الرسم؟ رسالتي لكل موهوب إنه اللي في بالك حقيقه، ما تخليش إشي يقف يعني في طريقك. الدافع اللي خلاني إنه يعني أروح لهذا المجال، أول حاجة موهبتي، إنه من أنا صغيرة برسم، من أنا صغيرة بأستغل كل إشي حواليا، من أبسط إشي لا أي إشي معقد، ما برميش ولا إشي، كل إشي بأخذ وبأعمل. من الشغلات اللي بتطلب هاي الشغلات هي تقريبا الفئة الشبابية، لا صحباتهم لا أصحابهم، يعني شغلة زي هيك. فإنه هاي يعني المنتج تقريبا، هذه المنتجات اليدوية اللي واجهتها أول حاجة إنه عدم توفر المواد الخام، هي الألوان كلها يعني بتنقطع فترة، بتيجي فترة، مش كل الألوان اللي أنا يعني بدي إياها بتكون موجودة. يعني كتير بشوف على إنستغرام صفحات الأجانب كيف بيستعمل مواد يعني كتيرة كتيرة كتيرة، بس إحنا بغزة مش متوفرة. كمان المواد الخام اللي بأرسم عليها مقات، صحون، مش دائما بتتوفر يعني.